المصممة روضة، أهلا وسهلا فيك عبر الإمارات نيوز. أهلين وياكم. روضة جمال محيو، أصغر مصممة أزياء إماراتية. اليوم أنا وايد فخورة إن الجمهور كله يدعمني، والصراحة الشو توداي واز من أحلى الشوز اللي عرضه داخل. وثانك يو إيفري ون فور أتندينج الصراحة، وأتمنى إن كل شاب وشاب أول ما يشوفوني طلعت الحين دورهم، يلا الحين دورهم، دور كل الناس اللي هني. أول عرض لإلك وعم تاني عرض لإلك وعم نشوف هاي المحبة الكبيرة من الجمهور لإلك، قديش بيعني لك، قديش بحفزك لأنك تضلك عم تكوني بهذا اللاين اللي أنت فيه؟ They're the biggest supporters، يعني حتى يوم طلعت دمعتي نزلت سبحان الله، يعني يوم تشوف ناس يعني الحمد لله الحمد لله على هالمحبة صراحة. شو اخترتي بالنسبة للتصاميم اللي قدمتيها خلال العرض؟ شو اخترتي بالألوان؟ شو اخترتي التصاميم؟ على شو اعتمدتي؟ اخترت اني اكون في 5 فابريكس ما اطلع منهم، colorful fabrics، beach wear with a bit funky resort wear، يعني شيء جديد وما في مراتية سوتها. حضرتك كمان موجودة اليوم، يعني انه كتاني عارض وانت اصغر مصممة، ومنعرف قديش جوا موجود معكم مصممين مهمين عالميا، فحتى هذا الشيء قديش بيعني لك، قديش بخوفك ممكن؟ شيء يعني لي صراحة يعني شيء وايد strong اني اكون في بلاتفورم هاني البحيري مايكل سينكو ووايد ناس يكون في نفس البلاتفورم، و I'm so thankful for everyone. شفنا الكاجوال موجود ايضا موجود ضمن الصالة، فليش ما شفنا نمط تاني؟ ليش ما حبيتي تفوتي بنمط مختلف عن هون؟ كنت ابغى اكسر الحدود شوية. كنت ابغى ادخل في البيتش وير لان ما في مراتية سوتها، like something new، لان كل حد يسوي عبي جلالية بفساتين وهالسوالف، ف I want to be a bit unique، نفس الشعار مالي be rare be unique، فلازم أمثل هالشيء. الألوان اللي أكثر ركزتي عليها خلال العرض شو هي؟ I used the red, the orange, the beach funky colors, sparkly colors as well, and I focused more on the makeup and hair style as well. شو خطوات جديدة عم تحضريها كمان؟ Stay tuned, stay tuned. ما أحب أحرق surprises بس stay tuned. طموحك لوين ممكن يوصل بمجال التصاميم؟ Maybe a fashion show worldwide, maybe something new. Just stay tuned. المصممين بتكوني معهم انت دائما متابعتيهم، بتعتبريهم القدوة بالنسبة لك او لا؟ صراحة not really، لا ما عندي حد اني I got inspired from them، ف I love to create my own. انت التصاميم اللي تطلع بمخيلتك وبتقعدي بتطبقيها، وقديش بتستغرق معك وقت حتى كمان؟ التصميم الواحد ياخذ عادي 10-15 يوم، فياخذ وقت، يعني هالشغل اللي انت تشوفه اليوم متعوب عليه 3 شهور 3 شهور.